في عمق صراع الماء والسلطة، هل تصبح مياه النيل الأزرق سلاحاً في معركة الجيوسياسيين؟ تسكن جدران سد النهضة الذي يرتفع بارتفاع الهرم الأكبر أسرار غامضة قد تغير وجه المنطقة بأسرها. فبينما يتدفق النيل الأزرق من أعلى الشلالات إلى قلب القارة الإفريقية، تحلق الأضواء فوق الأنهار كأنها تمطر الغموض والقلق. هل ستصبح مياه هذا السد الضخم سلاحاً خفياً في معركة عروش السلطة؟ في مشهد أكثر إثارة من أي خيال علمي، تسعى إثيوبيا لتحقيق حلمها الطموح بإنشاء قوة مائية تجبر العالم على الاستماع، بل هو رمز للصراع الأعمق من مجرد سيطرة على المياه. بينما تتصاعد التوترات، تطفو على سطح أسئلة تتجاوز سعة خزان السد. كيف يمكن لمشروع واحد أن يشعل فتيل نزاعات الجيوسياسية بين عواصم عدة؟ على بعد آلاف الأميال، تنبثق طموحات إثيوبيا من رماد تاريخ طويل لتبحث عن منفذ إلى البحر الأحمر، مذكرة العالم بأيام إمبراطورية إثيوبيا المجيدة، بينما تتقاطع خططها مع أمل الصومال في كسر عزلته الجغرافية. يبدو أن الموجات المتلاطمة في بحر الصراع لا تعرف الهدوء. ولكن كيف يمكن لمصر، الدولة التي تعتمد على نهر النيل كنبع للحياة، أن تلعب دورها في هذه المعركة الطاحنة؟ هل تسعى إلى تحقيق موازين القوى عبر بؤر النزاع البعيدة؟ أم أن هناك أوراقا خفية في يدها لا يعلمها إلا القليل؟ وبينما تستمر هذه المواجهة على جبهات متعددة، تبرز أسئلة مذهلة. هل ستؤدي نزاعات حول سد النهضة إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط؟ وكيف ستغير طموحات الإثيوبية مشهد القرن الإفريقي في نهاية المطاف؟ في خضم هذا المشهد الملتهب، تتداخل الخطط والاستراتيجيات وتتقاطع الأهداف الوطنية مع الطموحات الإقليمية. كل خطوة في هذا الصراع الجيوسياسي قد تكون حاسمة وقد تؤدي إلى تحويل مجرى التاريخ. فهل ستنجح القوى الكبرى في تجاوز تحديات اليوم؟ أم أن التاريخ سيعيد نفسه مع فصول جديدة من الصراع والتوتر؟ الإجابات كما هو الحال دائما قد تكون أكثر تعقيدا وغموضا مما يتخيله أي مراقب. ففي خضم التوترات المتصاعدة بين القاهرة وأديس أبابا، يتجلى الصراع على النيل الأزرق وسد النهضة الإثيوبي الكبير كأحد أبرز نقاط الاحتكاك بين دولتين. هذا النزاع يتجاوز بكثير مجرد مسألة المياه، ليمتد إلى مجالات أخرى تشمل الأمن الإقليمي وتطلعات الجيوسياسية. تواصل إثيوبيا مشروعها العملاق المتمثل في سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي يعتبر أكبر مشروع في تاريخها الحديث. السد الذي يرتفع أكثر من الأهرامات المصرية ويحجز خلفه كميات هائلة من مياه النيل الأزرق، يعتبر علامة فارقة في السياسة المائية الإقليمية. وفقا للتوقعات، فإن خزان السد قد يقترب من بلوغ سعته الكاملة هذا العام، وهو ما يثير قلقا بالغا لدى مصر التي تعتمد بشكل كبير على مياه النيل لتلبية احتياجاتها المائية. منذ بدء بناء السد في العام 2011، أعربت القاهرة عن معارضتها للمشروع بقوة، مشيرة إلى أن السد يشكل تهديدا حقيقيا لأمنها المائي. تيموثي إي كالدايس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، أشار إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على مياه النيل العذبة، والمفاوضات حول السد لم تؤدي إلى نتائج ملموسة حتى الآن. وقد أثار قرار إثيوبيا بتعبئة السد في موسم الأمطار دون التنسيق مع القاهرة مخاوف من أن تتسبب هذه الخطوة في نقص حاد في مياه النيل لمصر والسودان. في الوقت الذي تواصل فيه إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، تحاول مصر استخدام ورقة الضغط الإقليمية لمواجهة النفوذ الإثيوبي المتزايد. في أغسطس من هذا العام، أبرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود اتفاقا أمنيا يتضمن تبادل الأسلحة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة القاهرة لتعزيز علاقاتها مع الصومال وتعزيز موقفها الاستراتيجي في منطقة تزداد تعقيدا. أثارت هذه التحركات ردود فعل قوية من إثيوبيا، حيث وصف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هذه الخطوات بأنها تجاوز لحدود السيادة، وأكد أن بلاده لن تتفاوض بشأن كرامتها وسيادتها، قائلا إن أي محاولة لتهديد إثيوبيا سيواجه بتصدي حازم. وفي هذا السياق، هبطت طائرتان مصريتان محملتان بالأسلحة في مقديشو، في حين أعلن الاتحاد الإفريقي أن مصر ستشارك في مهمة جديدة للاتحاد الإفريقي في الصومال أوسوما، مما يزيد من حدة التوترات. تحمل إثيوبيا طموحات قديمة للحصول على منفذ بحري، وهو ما فقدته بعد انفصال إريتريا عام 1993.
في أوائل عام 2024. اقترب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد من تحقيق هدفه عبر التوصل إلى اتفاق مع إقليم أرض الصومال الذي يسعى للحصول على اعتراف دولي. الاتفاق يهدف إلى فتح طريق إلى ميناء بربرة في مقابل اعتراف إثيوبيا بالاستقلال الجزئي للإقليم. هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا مع الحكومة المركزية الصومالية التي كانت تعتبر إثيوبيا شريكا رئيسيا الآن. وبحسب تقارير فإن إثيوبيا قد نشرت حتى الآن ما يصل إلى 10,000 جندي في الصومال، إما بموجب اتفاقيات ثنائية أو في إطار بعثة الاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي المدعومة من الأمم المتحدة. هذا التواجد العسكري يعزز من موقف إثيوبيا، ولكنه يزيد من تعقيد علاقاتها مع الحكومة المركزية في مقديشو. بينما تتصاعد توترات، تسعى الصومال إلى توجيه رسالة واضحة لإثيوبيا، إما سحب نية الانفصال أو مواجهة العزلة العسكرية. سميرة جايد، محللة أمنية ومقدمة استشارات سابقة للحكومة الصومالية، تؤكد أن الصومال تتعامل مع الوضع برسالتين واضحتين. الأولى هي الضغط على إثيوبيا لتعديل موقفها، والثانية هي تعزيز العلاقات مع مصر. يأتي هذا في سياق تعزيز التعاون بين القاهرة ومقديشو، بما في ذلك المشاركة في المهمة الجديدة للاتحاد الإفريقي. من جانبها قدمت جيبوتي كأصغر جار لإثيوبيا عرضا مهما لإدارة مشتركة لميناء تاغورا الذي افتتح عام 2017. هذا العرض قد يكون محاولة لتخفيف التوترات بين إثيوبيا والصومال، حيث تسعى جيبوتي إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال النقل البحري. في خضم هذه الأزمات تحاول تركيا أن تلعب دور الوسيط بين إثيوبيا والصومال، لا سيما بعد تعزيز علاقاتها مع مصر. تركيا التي تقدم الدعم العسكري للصومال ولها مصالح كبيرة في إثيوبيا قد تكون في موقع يسمح لها بتقديم حلول دبلوماسية. إنس إردميدين مدير شركة RDM للاستشارات الأمنية يرى أن تركيا تمتلك القدرة على الموازنة بين مصالح الطرفين وتقديم حلول عملية للأزمات. تعتبر تركيا من اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، وتستفيد من علاقاتها الوثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال. من خلال جهودها الدبلوماسية قد تلعب تركيا دورا حازما في التوسط بين الأطراف المتنازعة وإيجاد تسوية تساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. يتضح أن النزاع حول مياه نهر النيل وطموحات إثيوبيا للحصول على منفذ بحري هما عنصران مترابطان بشكل وثيق في سياق التوترات الإقليمية في القرن الإفريقي. الصراع بين مصر وإثيوبيا لا يقتصر على الموارد المائية فقط، بل يتضمن أيضا أبعادا أمنية واستراتيجية قد تؤثر على استقرار المنطقة. يتطلب الوضع الحالي تحركات دبلوماسية حذرة وحلولا مبتكرة لضمان توازن المصالح وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة تعاني من الأزمات والصراعات المتعددة.